العراقيون ينددون بالعدوان الإسرائيلي على سوريا ويحملون الأنظمة العربية العميلة لإسرائيل وأمريكا ومرتزقتهم مسؤولية هذا العدوان، مطالبين برد شعبي حاسم على هذا العدوان. تلقى العراقيون بغضب شديد نبأ الجريمة الصهيونية الجديدة التي استهدفت مركزا علميا في منطقة جمرايا في دمشق، وحمل العراقيون النظام العربي الرسمي الذي بلغ أعلى درجات التصهين والعملاء الصغار المنخرطين في المؤامرة الكونية الكبرى ضد سوريا مسؤولية هذه الجريمة الوحشية، وطالبوا برد فعل شعبي عربي حازم وحاسم دفاعا عن المشروع النهضوي العربي الكبير الذي تقوده سوريا ببسالة منقطعة النظير. نقول لإسرائيل نحن مع سوريا، مع شعب سوريا، مع جيش سوريا، وهذا الاعتداء ليس بجديد وليس بغريب وليس بعجيب على إسرائيل نصرة لهؤلاء الدمى الذي تحركها الموساد. الشعوب العربية كلها مع سوريا، مع سوريا الصمود، مع سوريا التصدي إلى الصهيونية. البلد الوحيد الذي يقف الآن في وجه الصهاينة هي سوريا. أنا كمواطن عراقي استنكر هذا العمل اللي قامت به اسرائيل، وهو مو غريب عن اسرائيل. اسرائيل دائما تتحين الفرص وتضرب بالذات المراكز العلميه واي شيء، اي مؤسسه تدعو للنهضه العربيه. بينما يتهافت قطيع النظام الرسمي العربي على واشنطن لنيل بركاتها، تظل سوريا بقيادتها التاريخيه وشعبها العظيم وجيشها الباسل تؤرق الاعداء وتقض مضاجعهم، وتلك هي مدونة سورية الكبرى، فهل يقرأ الجاهلون؟ ليس غريبا على الكيان الصهيوني هذه الأفعال الدنيئة التي يقوم بضرب المراكز العلمية وقتل الأبرياء وقتل الأطفال وتشرد النساء. والله شد العزيمة، العرب كلها خلت تنتفض على هذا الشيء. العرب من تنتفض هو راح يصير رد فعل، احنا إذا ظلنا ساكتين راح حتى احنا كنا يضربونه. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد. قلق في العراق حيث شدد على أن دولا إقليمية وغربية تقف وراء النشاط الإرهابي في المنطقة، وأكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي أن قوى خارجية بينها حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا تحرك بعض الساحات في العراق التي باتت ملاذا للإرهابيين ودعاة الفتنة. في كلمة خلال حفل تأبيني لخمسة جنود قتلوا في مدينة الرمادي قال إن هناك أجندات خارجية تحرك هذه الساحات، معتبرا أن العار والذلة لتلك الساحات التي تفتح أبوابها لإسطنبول أو لأي بلد آخر.